السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. اول حاجة اللي باقي ما تابوناش اول مرة كيشوف فيديوهات ديالنا كندعوه يتابونا وندوزو لثاني جزء من خطوات المنهجية الكتابة الفلسفية. من بعد ما شرحنا المنهجية ديال النص التحليل والمناقشة عطينا مثال، دابا كندوزو للسؤال الإشكالي المفتوح. أولا تعريف الصيغة، تعتمد هذه الصيغة بطرحها لمشكلة في صيغة استفهامية مفتوحة وتعرض هذه الصيغة إحراجا أو لبسا أو مفارقة فلسفية، وتتضمن أطروحة أو أطروحات فلسفية مضمرة يجب الكشف عنها وتحليلها ومناقشتها. لكن تلاحظوا أن هذا السؤال الفلسفي المفتوح باختلاف النص اللي كيكون يعني نص عنده بداية ونهاية وفي المضمون ديالو كتحاول تستشف واحد الأطروحة، السؤال الفلسفي كيطرح الأطروحة عن طريق سؤال اللي هو غالبا كيمس واحد الإشكالية فلسفية، ولا كيكون كيتضمن واحد الأطروحة أو أطروحات يا مضمرة يا كتكون معلنة. هذه هي تعريف الصيغة، يعني هذا هو السؤال الفلسفي. أول مرحلة من مراحل هذا يعني تحليل فهم وتحليل ومناقشة هذا السؤال الفلسفي هو الفهم. الفهم اللي هو أول جزء كيكون فيه أولا وضع المشكلة وفهم مجالها وحدودها وإدراك الموضوع، موضوع السؤال وترابطاته. هادو عندهم ارتباط بعضياتهم، يعني ضروري تعرف المشكلة اللي طرحها هذا السؤال وتديرها في الحدود والمجال ديالها، إنا مجزوءة إنا وحدة إنا. من بعد كتعرف تربط موضوع السؤال والترابطات ديالو مع الوحدات الأخرى وإبراز عناصر الإشكال الفلسفي المضمر في السؤال. في حالة إذا كان مضمر، بعض الأحيان الإشكال الفلسفي كيكون ظاهر في السؤال وبعض الأحيان كيكون مضمر، خصك تبرزه وتحديد الرهانات الإشكال وأسئلته الأساسية. كأنك كتشدك السؤال وكتعاود تشوف الرهانات ديالو وتفصلها عن طريق أسئلة يعني فرعية من ديك السؤال الإشكالي. من بعد كنمروا لمرحلة التحليل اللي كنعاودوا فيها صياغة الإشكال وتحليل الأسئلة ديالو ونشرحوا ونفسروا المفاهيم والألفاظ المتضمنة في السؤال، يعني إعادة صياغة الإشكال وتحل الأسئلة ديالو سؤال بسؤال، ومن بعد تشرح وتفسر المفاهيم المتضمنة المفاهيم الفلسفية اللي تضمنها السؤال. من بعد كنمروا تحليل الأطروحة أو الأطروحات الفلسفية التي عالجت المشكلة، يعني كنشوفوا هذيك المشكلة اللي طرحها السؤال شنو هي الأطروحة اللي عالجتها والأطروحات اللي عالجت هذيك المشكلة، تنظيم واختيار المعرفة الملائمة لمعالجة المشكلة المطروحة والبناء الحجاجي والمنطقي للمعلومات الفلسفية. يعني ديك الأطروحات اللي هضرت على ذاك الإشكال كنحاولوا نجيبوا نسردوها ونبينوا البناء الحجاجي المنطقي الدفاع مثلا على ديك الأطروحة كإجابة على الإشكال. من بعد كنمروا للمرحلة الموالية اللي هي المناقشة. اسمحوا لي كنت كنمر كما العادة بمرور الكرام لأنني كنفضل نعطي المراحل في هذا الجزء ونعطي التطبيق في الجزء ديال المثال كومسا ما يكونش تكرار. وبياسولا كان بالكم العكس، ممكن لكم تعطيني ملاحظات في الكومنتر. في المناقشة كتكون اولا مناقشة الأطروحة والأطروحات المتضمنة في الموضوع، يعني ديك الأطروحة والأطروحات اللي كاينة في هذا اللي يضمنها الموضوع ديال الإشكال ولا كيمشي مع السياق ديالها والمسار ديال ديك السؤال الإشكالي المطروح كنحاولوا نناقشوها. من بعد كنعطيو أهمية الأجوبة والمبررات، يعني الأجوبة على الأسئلة اللي تفرعت من ديك السؤال الإشكالي، الأهمية ديال ديك الأجوبة والمبررات ومبررات التفكير في المشكلة، لان دائما التفكير في واحد المشكله عنده مبررات، علاش فكرنا في ديك المشكله، شنو اللي دفعنا نفكروا. من بعد كندوزوا لنوعيه الحجج الداعمه والمفنده للاطروحه الفلسفيه. كنجيبوا دابا ديك الاطروحه الفلسفيه اللي هضر عليها السؤال الاشكالي، الاطروحات الفلسفيه اللي ما شاف في السياق ديال السؤال الاشكالي اللي مطروح، كنبينوا الحجج والنوعيه ديالها، الحجج الداعمه ديالها، ومن بعد كنسردوا الحجج المفنده او الاطروحات المفنده لديك الاطروحه ديالنا. ومن بعد كيجي التركيب اللي هو كخلاصه تركيب نتائج تحليل المناقشه، توسيع الافق التفكير في المشكله بالانفتاح على مجالات
من نصوص جديدة، وهذه دائما كنذكرها وكنعاودها، يعني مهمة باش كتوسع افق التفكير، ومن بعد ابراز اهمية التفكير في المشكلة المطروحة، وكتعطي تحاول تعطي امثلة واقعية ما امكن على الاهمية ديال التفكير في هذه المشكلة المطروحة، لان هذا الاشكال الفلسفي ولا هذه الفلسفة كاملة هي نوع من انواع الفهم لهذه الحياة، خصنا نبينوا الاهمية ديالو. فكتعطي مثلا كمثال حي يبرز الأهمية التفكير في هذه المشكلة المطروحة. دابا ندوزو للجزء الثاني، وسمحوا لي لو كنت كنسرع شوية، لأن باش نحاول نعطيكم المهم بلا ما نطيل عليكم. في المثال في الفيديو الجاي إن شاء الله غنزيد نركز في أول خطوة من خطوات التوجيهات المنهجية هي التهيئ الأولي. يعني ملي كتجي قبالتك الورقة ياك، تقول بسم الله شوية عليك، فهمتي، كتقرأ الموضوع بتمعن. وهذه صراحة يعني ملاحظة يعني كنلاحظوها بزاف، أن إنسان بحال كيحاول خصو يهز ستيلو دغيا، شوية عليك، جا النص قراه بتمعن، قراءة بتمعن، كل واحد وسرعة القراءة ديالو، كل واحد ويعني لا كاباسيتي ديال كيفاش كيقدر يفهم النص، فكيلا يقراه مرة جوج، شوية عليك، حيت هو الأساس باش تقدر تفهم وتخرج ديكشي اللي قلنا من النص. وضع تصميم العناصر الإجابة، يعني أول خطوة عديرها هي عتشد ديك ورقة الوسخ أو أوراق الوسخ اللي كيعطيوكم، الله يجزيكم بخير، استعملوهم، راهما أوراق وسخ، يعني من غير أنك تكتب فيهم النص قبل ما تعاود تحرف ورقة التحرير، استعملو بعدا، وضع فيه الأفكار اللي استخرجتيها من النص، دير تصميم العناصر الإجابة، حاول تستحضر التصميم ولا الخطة اللي عتمشي إليها في الخدمة، واللي هي من بعد عتقدر تبينها عن طريق ديك الأسئلة المنهجية. خصك تكون ذكي، فهذيك الأسئلة اللي عتعطي في الأخر ديال الجزء ديال الفهم غيكون بطريقة من الطرق هي الخطة ديالك اللي عتخدمها عليها في التحليل والمناقشة وتختمها في التركيب. تسجيل المضامين لتحرير الموضوع، كتحط المضامين أو الأفكار اللي عاد تناقشهم واللي عاد تحررهم اللي استخرجتيهم من النص ولا اللي استحضرتيهم انت ملي كنتي كتقرأ وتذكرتيهم وكتكتبهم باش ما كتنساهمش، اللي عاد تستعملهم في تحرير الموضوع. دابا تاني جزء هو مهم جدا، هو البناء والتماسك، يعني اعتماد طريقة شاملة ومتماسكة. مهمة هاد القضية، حيت بعض الأحيان إنسان كيبدأ بحال حيت كيكون مثلا موضوع متشبك ولا يعني داخلين فيه بزاف ديال الموضوع، يعني عاد تقدر تدير فيه بزاف الأطروحات أو لا عاد تهضر على بزاف الجوانب، الموضوع ديالك يقدر يفقد ديك الشمولية ديالو. لا، خصو يبقى شمولي، يعني ها قلنا ديك طرح الإشكال العام، يعني ما تنساش بأنك في ضوء واحد الإشكال العام، يعني النص ديالك خصو يكون في ديك الشمولية، يعني حتى اللي كيقراه كيحس بديك الوحدة في الموضوع. والتماسك، يعني ملي كنهضر على فكرة وكنتقل فكرة أخرى خص يكون واحد التماسك بيناتهم، ماشي ما كتحسش بديك الركاكة. تخيل لو إن إنسان كيهضر شوية أوب مشى لشي حاجة أخرى، كتحس بواحد هي كل فكرة على حدة مزوينة ولكن ما كاينش التماسك في النص. اتباع نظام في الكتابة قادر على إقناع القارئ بحججه، هذه كلها وشطارتو كما كيقولوا، يعني حاول تنظم طريقة ديال الحجج ديالك والسرد ديالك واسلوب في الكتابة باش تقنع القارئ، لان الاستاذ خصو بواحد طريقة او باخرى يحس بديك المحاججة ديالك لديك الفكرة ومقارعة الفكرة بالفكرة والطريقة كيفاش تحاول تقنعو انك راك فهمتي او لا ان راه هاد الفيلسوف. يعني هاي وسائل، يعني الانسان غالبا اللي كان كيقرا بعض النصوص الفلسفيه وهذا راه كيستشفها، ولا تقدر تستعمل انت بالوسائل اللي استعملهم الكاتب مثلا في النص. ثالث حاجه هي المعالجه المتدرجه للموضوع قبل الوصول الى الخاتمه، يعني كما قلنا هذه كيعاونك عليها التخطيط، يعني كتبقى بالتدرج، كتبدا بديك الاشكاليه العامه، من بعد كتبدا تشرح شنو كاين في النص، من بعد ديك التدرج حتى كتوصل للخاتمه ولا التركيب اللي كتشمل فيه ديكشي كامل. تراعي هذا مبدا التدرج في والحاجه اخرى عاوتاني الموازنه بين اجزاء التحليل. هذه الموازنه مهمه جدا صراحه. كنتذكر واحد الاستاذه ديالنا في البكالوريا كانت قالت لنا يعني واحد المعلومه الله يجزيها بخير، هي ان وباقي كنطبقها لحد الان يعني واعتمدت عليها بزاف المرات وجابت نتائج، هي
مثلا الى درتي المقدمه او الجزء الاولاني ديال الفهم فيه مثلا 10 سطور، حاول ما امكن التركيب يكون نفس القدر والعرض يكون اولا ديك اللي فيه التحليل والمناقشه يكون فيه لو تريبل، يعني ديك القاعده ديال الثلث في المقدمه وثلاثه د المرات النسبه ديالو في العرض والتحليل. هذه غير نسبه تقريبيه، ولكن الانسان يكون بحال هكا، لان ضروري خص تكون ديك واحد الموازنه ما بين اجزاء ديال التحليل وتل البارتي ديال المناقشه مع التحليل تكون عاوتاني متوازنه، يعني 15 15 10 10 كل واحد والقدره ديالو على الكتابه والسفل كما كيقولوا ديالو، ولكن الاساس يكون ديك الموازنه، تكون مثلا 5 هنا 15 في هذا و5 في الاخر، ولا 3 9 3 كل واحد وكيفاش، مهم تكون ديك التوازن. توظيف ملائم للمعرفه الفلسفيه، هنا فين كنركز الله يجازيكم بالخير، يعني على واحد الجانب زعما يربط دائما بالفلسفه هو النقيل، يعني الانسان اش كيدير كيسحب له بانه راه جاب النقال وجاب الاطروحات وهذا راه زعما راه صافي عيدي نقطه ولا راه ينجح، هو راه للاسف راه التوظيف الملائم للمعرفه الفلسفيه هو اللي كيعطيك النقطه، والتوظيف الملائم مبني على واحد الفهم، يعني خصك تجيب الحاجه المناسبه في المكان المناسب، كيف يعقل اصلا؟ ويا ما قالوها لنا، وصراحه انا من الناس اللي في واحد الوقت قبل ما نوصل البكالوريا نقلت، ومن بعد اقتنعت بان واحد النصيحه واحد الاستاذ معمرين ساها قالنا المجهود اللي كتضيعوه انتما كتنقلوه لو استغليتوه غالبا يعطي الثمار اكثر وغالبا تجيب نقطه اكثر، وهذاك الشيء اللي اكتشفت ان راه ديك المجهود اللي تبقى حاضي وتبقى تجبد وتبدأ هذا عاد تقدر تستغله في انك بعدا تقرا النص قراءه، يعني كاي انسان يتعامل مع واحد النص يقرا يستخرج الافكار ديالو ويحاول يتبع هذه المنهجيه، لان هذه المعرفه اللي كيجيبها بنادم بطريقه ابوندونت وللاسف بلا ما نهضروا على الغش والتابعات ديالو، ولكن عيكا كواش عيفيدك في النص الفلسفي ابدا، لان خص التوظيف الملائم للمعرفه الفلسفيه. فانت تنسى لو كنت تبارك الله حافظ ما شاء الله عليك بشويه عليك، حط الافكار وحاول توظفهم في المكان المناسب. وتوظيف عاوتاني الملائم للامثله والشواهد، وهذه مشكل كبير عاوتاني كيتطرح، يعني الانسان كيبقى يحط الاطروحات والافكار بلا ما يعطي امثله، يعني الانسان يرد البال ولو مثال او مثالين في النص كامل بعدا يطعم به، وكنحاول يستشهد بالامثله اللي عطاو مثلا الفلاسفه، ولا يعطي مثال من راسه هو لا شاف مثال غيكون كيجانب الصواب في الفكره. وحاجه اخرى هي الانتقال من فكره الى اخرى بوضوح، هذه راه هضرت عليها قبل وكان أكد عليها، هي ما تنتقل من واحد الفكره لفكره الا بواحد الربط، ويكون ديك الانتقال بوضوح، عرفناك بانك راه ساليتي من هذه النقطه ومشيت لهذه النقطه، يعني باش حتى القارئ او الاستاذ اللي كيكون كيصحح كيبقى متابع معك، كتعطيه واحد عين التجربات من كتقرا، ملي كتكون شي حاجه مسترسله ومتابعه بحال شي حلقه ديال واحد المسلسل كيساليو لك الحاجه من فين ساليو لك يبداو لك الحلقه الاخرى، كتبقى متابع كتبقى كتسهل على الماموريه على القارئ باش يفهم. دابا نهضروا على الجوانب الشكليه واللغويه. اولا الجوانب اللغويه في الكتابه، استعمال الفاظ المعجم بدقه، يعني ما كاينلاش تكون دونسيو الكتابه ديالكم ديك الالفاظ تبارك الله الرنانه، وهذا استعمل اللفظ المناسب في المكان المناسب، الا كنت تبارك الله عليك تقل الالفاظ مزيان، ولكن استعملها في الوقت المناسب ومهم وكان انسيست عليها لانسان يستعمل الالفاظ المعجم الفلسفي، لان باش كيبين على ان عنده واحد شويه الالمام بالفلسفه. استعمال ادوات الربط المنطقيه واللغويه، هذه حاجه مفروغ منها، كدوز الفكره سواء كتستنتج او كتقول ثم هي ماشي، يعني ادوات الربط المنطقيه واللغويه باش الافكار ديالك ما كتكونش مشتته، كتكون عندها واحد الربط منطقي بيناتهم، هذه الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه اولا هذه وهذه، اذا راه هذه غتوقع، على حسب شنو الفكره اللي باغي توصل، كتستعمل الادوات المناسبه في المكان المناسب. دابا الجوانب الشكليه في الكتابه، هي استعمال علامات الوقف بطريقة سليمة، الله يجازيكم بالخير عاوتاني نرجع نأكد على واحد النقطة، راه كاين شي حاجة سميتها الفصيلة الله يجازيكم بالخير في العربية، كاينة الفصيلة حيت الأغلب فينا
ما كيعرفش الاهميه ديالها كيستعمل على النقطه. عرفتي ما معنى انك تستعمل النقطه؟ يعني اللي كيكون كيقرا خصو يبقى يعني ما يساليش تعطيه النقطه. يعني بالعربيه الفكره راه كلها فيها سته السطوره ولا سبعه، ماشي معقول. اولا كيبدا يستعمل النقطه بزاف، كل فكره نقطه كل فكره نقطه. لا، كاين الفصيله، فصيله بعض الاحيان كنستعملوها جوج مرات اذا كنا مثلا ديك الشيء اللي ما بين الفصيله عن نشرحوا به شي مصطلح او لا نوضحوا به شي فكره، كدير ما بين جوج فصيلات وكديك الجمله تقدر تكون جمله جوج جمل كل شرحتي بها ديك الكلمه اللي قبل ولا الفكره اللي قبل، فاللي كيكون كيقرا كيعرف بان هذاك اللي ما بين جوج فصيله ومن بعد عطيتي الشرح ودرتي فصيله كتكمل، كان نقدر اللي كيقرا كيحذف كاريمون ديك اللي ما بين جوج فصيلات وكيكمل الفكره اللي كنتي ماشي فيها. كاين مثلا كتمسالي واحد الفكره كدير فصيله كتمشي الفكره واحده اخرى ماشى معاها، باقي ما ساليتيش مثلا المضمون ديال شنو بغيتي تقول، ولكن فكره اخرى دير فصيله. وهو انسي دو سويت كاين الفصيله المنقوطه مثلا كنا غنقولوا اولا وثانيا وثالثا ثلاثه ديال الاشياء مفرقه، كاين الشريطه الا كنت غتعطي مثلا شي حاجه بالتفصيل كدير ديك الشريطه تيري بالسيس اللي كتقولوا وكان وكتكتب جوج نقاط وكتشرح بين قوسين. يعني حاولوا تستعملوا العلامات الوقف، العلامات ديال يعني التشوير الطرقيه في الكتابه بطريقه ذكيه باش حتى القارئ يسهل عليه الفهم ديال شنو باغي تقولوا. عاوتاني الكتابه بخط واضح يسمح بقراءه سهله، يعني بشويه عليكم كتب قريتي فهمتي كتبتي في الوسخ، دابا بشويه عليك عاد شوف راسك عيتي حط ستيلو، راه تبارك الله ديك الساعات راه كاين اللي ما كيعرفش كيفاش يستغلهم. يعني بشويه عليك كتب بخط واضح، عاد شوف راسك بديتي تزرب حبس، حيت تما كيدخل لو ستريس وهذا مشكل. عاوتاني صراحه ما تعطاليش الوقت بزاف كبديت الفيديوهات نهضر لكم تاع التهيئ النفسي للامتحان، يعني ماشي نهايه العالم. يعني انسان عايش في راسه ستريس كيزرب حبس شويه باش الخط يكون واضح، راه مهم ان الخط يكون واضح لان سينو راه تعطي ديك الافكار كلها وتقول انا كتبت في الاخر معي، لان الاستاذ ما يشوفش ديك الشيء ما يبلوش وتعذب وتخيل شحال من ورقه كيصحح. يعني حاول انت تعاونه لانه ما يسخاش بالورقه ديالك، ماشي سالي من نظايا. وآخر حاجة هي ورقة تحرير نظيفة. عرفتي ما معنى ورقة تحرير نظيفة؟ الله يجازيكم بخير، ماشي ما فيهاش الخربلاشات، لا وما فيهاش تا بلانكو، راه بلانكو كيوسخ أولا الكوريكتور أولا اللي كيقول المبيض راه كيوسخ الورقة. راه ورقة تحرير نظيفة راه بالأحرى إلا حاجة شتيها مخسرة ديرها بين قوسين ودير عليها واحد الخط كتكون أكثر جماليا أنك تبقى تبيض. يعني وحاول ما امكن تكتب في الورقه ديال الوساخ، وملي تكون كتكتب انا كنقول التركيز بشويه عليك باش تحافظ على النظافه ديالها. ولا اقتصاد الحال ودرتي واحد الخطا بلا ما تخربش بلا بلونكو عاد دير بين قوسين عاد تسطر عليه وعاد دوز وراه كيحدث هذا الشيء. ولكن ديك بلعت تخيل فيه نطاعي ورقه كلها نطاعي ما يمكنش، فهمتي راه كتحب الكره انت كتجمل زعما باش ما يشوفش، لا 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 ما كاين تجميل، ما تضرب ما تبيض. يعني كتب وحاول ما امكن انت تكون كاتب في الوسخ وتركز ملي تكون كتكتب ما تستريساش باش ما يطيحش في الاخطاء بزاف. كنتمنى ان هاد التوجيهات المنهجيه ولا يعني طريقه التحليل والمناقشه عجبتكم. كنعطيكم موعد في الفيديو القادم اللي غنعطي فيه شرح يعني في مثال تطبيقي عليها، ما طولتش بزاف، طولت في المنهج ولا النصائح المنهجيه ما طولتش في الاخرى عطيتها عب بعجاله لانني باقي عندي الفيديو ان شاء الله غنخصص فيه مثال. الى ذلكم الوقت استودعكم الله، يلا ساعه سعيده ما تنساوش تابونا.